اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما هم عندك، ضاقت حيلتي، أدركني يا رسول الله. وهذا وحده دليل على كرامة واصطفاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يذكر إلا ويذكر هو من ذكره، ولا يصلى عليه إلا ويجيب المصلي. فإن هذه الكرامة من الله عز وجل ابتلاء بأن تجعل من بلدكم من البلدان التي لها شان والقرابة لذكر سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي محبته، ثبتنا الله وإياكم في أهل المحبة.